يضع الوسيط الأوروبي خطة عرفت باتفاق لشبونة، يقدمها في 22 من فبراير شباط 1992، تقضي بتقسيم دولة البوسنة المستقلة إلى 3 وحدات. يرفض المسلمون الاتفاق. وفي الأول من مارس آذار 1992، تصوت الأغلبية على استقلال البوسنة عن يوغوسلافيا، ليعلن الاستقلال في 3 مارس آذار 1992. يقول الكاتب الأمريكي تايلر برانش في كتابه أشرطة كلينتون مصارعة التاريخ مع الرئيس، أن كلينتون أخبره أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يمنعون رفع حظر تسليح البوسنة أو تعديله، وأن لديهم اعتراضاً على البوسنة المستقلة التي يقولون إن وجودها غير طبيعي كبلد مسلم في أوروبا. يروي بيغوفيتش في مذكراته أن مهمته القصوى آنذاك كانت بناء الجيش، إذ لم يكن للبلاد سوى بقايا من جيش غير مسلح، فكانت وجهته الاستعانة بمساعدة عدد من البلدان الإسلامية مدعوماً برغبة شعبية كبيرة في الاستقلال والتحرر الوطني. عليكم أن تتعرفوا على شعبكم. بالنسبة لي كنت أتعرف عليه على مدى الأيام الماضية، إنه شعب طيب ولكنه شجاع. رأيت أشياء غريبة، كانوا يقولون لي: سيادة الرئيس، ليس لدينا ذخيرة ولا طعام. كنت عندها أنتظر أن يقولوا: أعثر على حل لنا، لكنهم كانوا يقولون: لكن من فضلك لا تدعهم يفلتوا، لدينا القوة لأن نقاتلهم إلى النهاية. لا أريد أن أسهب الآن في فلسفة العلاقة بين الحياة والمنطق، لكننا قد نتفق على أننا لم نكن منطقيين تماماً. ولو كنا منطقيين لاستسلمنا في أبريل أو مايو 1992، لكن كان لدينا هذا الشعب غير المنطقي. ليس لدينا طعام ولا رصاص، لكننا سوف نقاتل وننتصر. Nažalost, čelična ruka svijeta zaustavila je naš prošle godine, naš napredak, naše vojne uspjehe, jer svijetu nije odgovarala naša pobjeda. Bili smo na domak pobjedi negde u jesen, u septembru i oktobru prošle godine, ali bili smo zaustavljeni. Samo mi kažemo da borba za Bosnu i Hercegovinu neće prestati dok čitava Bosna ne bude slobodna. General Delić malo prije kaže da je armija za sada završila svoj posao, za sada. Spominje i pušku koja će se privremeno staviti ili okačiti na zid. Ja bih želio da kažem da ni jedan naš čovjek neće ostati bez puške, niti smije više ikad ostati bez puške.